السلام عليكم الحباب، نهاركم مبروك ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه جديده، ما نعرف لا مالفين نديروها. لي كوكيت دوبرجين سي اون فاسون لي توكلوا بهم بها لي زوبرجين فاسيلمون لوليداتكم باسكو ما يبانوش. نبداو مع الوصفه تاعنا. نبداو بلي كروكيت دابور، نقول لكم واش نديروا فيهم. اون فالي انا جي لي زاكومباني بين صوص بلونش، وانتوما تقدروا ديروا لا صوص اللي حبيتو. هنا واش عندي؟ عندي 3 حبات باذنجان موين متوسطين، عصرتها قطعتهم، عصرت عليهم القارص وفورتهم بشويه ملح. عصروا القارص باش الباذنجان تاعكم ما يكحالش. لهنا عندي حبه بصل متوسطه، وعندي راس ثوم صغير، عندي المعدنوس لهنايا دانت اشي، عندي نسحق مغير فالا لوفيغ، زوج حبيبات بيض، بالك نسحق بلوس، نسحق اون بون كويير تاع فخوماج فوندو، ونسحق لا شابلوغ. نبداو بسم الله. بون لي زيبيس نسيتهم سمحولي. لي زيبيس واش نديرو؟ عندنا هنايا ملح، الملح، الكمون باسكو الباذنجان يحب الكمون، زنجبيل، قرفة، كركم، فلفل كحل. قبل ما نبداو لا بريباراسيون نوري لكم لا صوص ديالي. راني وجدت انا بون هنا واش درت. كما راكم تشوفوا درت طراف دجاج على حسب واش حبيتو، حميصة، البصل، سنينه توم ولا زوج، شويه معدنوس، ملح، فلفل كحل، كركم، زنجبيل. في المرقة ما درتش الكمون وبيان سور الزيت. نحطو هذا الكوكي كامل. تعرفوا طيبوا مرقة بيضة كما انا متفاهمين. تحبوا ديروه مرقة بيضة ديروه، تحبوا ديروه صوص غوج ديروه، تحبوا ديروا لي كروكيت كمقبلة تجوزوا بهم من اوتر بلا، يا با سوسي. دونك اون باس او كروكيت. عندنا هنايا الكميه تاع الباذنجان تاعي، نرحيها غير بهادي، سي با لا بين ديروا ان غوبو ولا. هي الباذنجان اون ان كاردور يفور لكم، تقدروا تخدموا كاريمون بيدكم، مي لهنا انايا سي ترو شو، ما نقدرش نخدم بيدي. دونك نواسوها غير بهاديه. جو بروفيت باش يدوب لي الفروماج. دوكا لي نزيدو، نزيد انكور شوية باسكو الفروماج يزيد لها في البنة. بون نكمل واش بقالي في لابواط هنا، باسكو لو فروماج يزيد لها في الطراوة وفي البنة اوسي. فوالا، ندخلو لو فروماج مليح، ومن بعد نبداو نزيدو في المكونات الاخرين. راكم تشوفوا دوكا الباذنجان تاعي تمرس مليح. واش نجي ندير؟ نجي ندير اللحم ديالي. انا عندي داد لا دانداشي، ندير البصل مع الراس تاع الثوم، باذنجان تحب الثوم كامل على بالنا. هنا عندي المعدنوس، درت ربطه كومبلي كومبليت، درت منها شويه في لاصوص ديالي، وشويه دوك نخليه للتزيين، والباقي نديرو كامل لهنا. دونك نخلي غير قسمه نزين غير هاد الكميه. نعاود لكم بوغ لي زيبيس، عندنا ملح، كمون، زنجبيل، قرفه، كركم، فلفل كحل. دوك نزيدو مغرفة تاع لا لوفيغ. لا لوفيغ واش دير لكم كي تزيدوها؟ تمد لكم خفة لي كروكيت هادوما، وما يشربوش تاني بزاف الزيت كي تقليوهم. هاي ليك اون كويير، لي يحب ما يديرهاش ما يحملهاش ولا ما يديرهاش ماشي مشكل. نبداو نخلطو المكونات ديالنا كامل، نخلطوهم بيان. دوك انايا ولا شت بلي برد لي شويه، نخدم بيدي ما نكذبش عليكم. سما في هاد لو بلاص صح ماشي لاصوص، لاصوص كيما حبيتو. تقدروا من تخدموهم كيما راني نخدمهم، ومن بعد ديروهم هذيك صوص بيشاميل او فور، شغل سا كوز با دي تو سوسي. صح في لا فاصون دو تاع لي كروكيت. هاي ليك تخلطت هنايا، نزيدو زوج حبيبات بيض ديالنا،
سمحوا لي عن بالي كنت مفيلمي وهي تكوبات. الوغ زدت الحبه زوجه تاع البيض وزدت لا شابلور وبديت نطم نديرو لا شابلور حتى وين تنطم منها تولي لنا كوم اون بات. ردوا بالكم الملح علاش باسكو عندنا الفرماج داكوغ وعندنا لي زوبرجين مفورين بالملح ولا شابلور مالحه خبز يابس راكم تعرفوا كاع مال. من بعد خلوا لا بريباراسيون تاعكم تريح باسكو على لا شابلور دوك تشرب لنا كاع السوائل كانت بقاو غير تزيدوا من بعد يجوك يابسين لي كروكات يجوكم يابسين لي كروكات ديالكم. دونك هكذا سي بون هاني خلطت نخليها ترتاح لو طون واش ندير لو طون اللي نروح نطيب لاصوص ديالي انايا ونعاود نتلاقاو من بعد بوغ لي فاسوني. راني رجعت هنايا بعد ما تماسكت لي لاباط هنا راني دايره بلاستيك اليمونتير دريت شويه فارينه فوقو وشويه شابلور وفرغت. هنا راني ديجا خدمت كلكوزول ديجا خدمت هادي نبسطوها هنايا انا حنقطعها بالطابع بصح نتوما تقدروا ما ديروش الطابع ندير شويه فارينه تعاوني ونهبطها باش ما تلصقليش بزاف هي تلصق تلصق ما تلصقش بزاف في يدي وما رانيش حابه نوتيليزي دوك البلاستيك. نشف شويه هكذا بالفارينه ونهبط نسقم بالبلاستيك بلاستيك توجور يعاوننا في هاد العفايس هايليك ما نشفتش بزاف صح جوست باش ما تجيكمش يابسه كي تقليوها ابخي. ندير شويه شابلور من الفوق وسي على جال القرمشه برك باش يجو مقرمشين كي نقليوهم. دوكا سامحوني جو في ملافي لي مان باش ما نوسخش البلاستيك تاعي نجي نخدم قدامكم. كيما قلت لكم انا حنخدم بالطابع صح نتوما تقدروا ديروهم دي بولات تحشيوهم بالفرماج مونغري درنا الفرماج في لاباط مي سا دونغا بلوس دو غو. تقدروا ديروهم دي باتوني ديروهم كيما حبيتو انا برك اليوم حبيت نخدم بهذا الطابع تاع القلب. استناو لو يبان فوالا هكذا بالبلاستيك شوف تساعدنا اكثر ما نديروهاش عاليه بزاف على قيس الطابع ديالنا والطابع تاعكم توجور تغطسوه في الفارينه باش تخدموا به. وجاب لي ربي هكذا سا بروندغ موان دو طون كو ديروا الكويرات وتعاودوا باسكو علاش سي اون بات كولونت تلصق لكم هايليك. نزيد ان بو دو شابلور نبدل شويه شويه نحكم من بول نحط فيه لافارين نعاونيك. دوك واش ندير نغطس الطابع تاعي شتنينو نغطسو باردون نغطسو في لافارين ونقطع لي كوغ ديالي وزايد بيان سور نحو هايلك هنا لصقت غير بالعقل ها تتنحى هادي الحبه تعاودو تسقموها من التحت هكذا وتكونوا دايرين المقلة تاعكم تسخن وتبداو تقليوهم. نحط هنا من بعد نقلي على جهه توجور نيتواييو الطابع ديالكم باسكو علاه يولي شغل ما تجيكمش الحبه مفينيه مليح. تحبوا كيما قلت لكم ديروا دي بول ديروا دي بول هايليك. شوف كي نيتوايو الطابع ديالنا يخدم لنا خير نكملو شوفو نكمل نطبعهم كامل ومن بعد ندير زيت في المقلاه ونقلوهم ديريكتومون ما تعاودو ترمدوهم مغيان جيتو سقموهم الحواشي لهنايا رفدو غير بالبلاستيك باش ما يتخسر لكمش. هنايا الحواشي هنا ولا شتوهم ميلصقو غير بشويه يديكم غير بشويه في لافارين هكذا هاوليك يجو لاباس عليهم نقليهم ونعاود نتلاقاكم. هاوليك الحباب لي كروكيت دوبرجين بعد ما طابو
قليتهم. جي ما فيلميت لكمش لي طاب تاع القليان تاع لي كروكات كيما قلت لكم، سقموهم جو شويه بلا فارين داكوغ. تقدروا ترمدوهم في الفارين قبل ما تقلوهم، انا ما حبيتش نرمدهم. قطعت لي تود ميم اون كونتيتي لاباس بها، هاملك هنا وهنايا باش تعرف ويسمى اللي عنده عائله كبيره شحال يديريتو. كيما انا جو با لي متر كامل دون لاصوص، نبريزونتي كلكوزان في لاصوص ونخلي الاخرين ياكلوهم، يجوزوهم بلا مايونيز ولا عندي صوص ميزون يجوزو بها، ولا يسمى نخلي ان بلا ناشف. ومام كي نسقيهم ما نديرهمش يشربوا لداخل لاصوص، نحطهم جو لي ديسبوز دون لو بلا وندير لاصوص من الفوق مع لو مورسو دو بولي، لاصوص ديالي راهي طيب. ومن بعد تشوفهم في طبق التقديم ان شاء الله. هاوليك لو بلا ديالنا احباب، جي مي لاد لاصوص بريزونتيت لي كروكات ديالي، هاوليك بعد ما طابو جي مي د لاصوص، هاوليك لو بولي وحبيبه فلفل جوست حطيتها هكذا. تقدروا تاكلوهم بالقارص دي كروكيت، وكما قلت لكم نخلي واحد اخرين ناشفين. فوالا ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صحة فطوركم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دعمونا في لاشين والله يفرقنا بلادنا، في امان الله.